مرة أخرى هذا هو ياجور يخليها لي عدد الكروشي طريقك مسدود يا الكروشي والجماهير تتفاعل هيا يا رجاء يلا يا رجاء نريد الثاني ليرتاح البال الكرة تعود لإسماعيل بن معلم وتيكي تاكا تعود مرة أخرى بلمسات ومترابطات في وسط الميدان من أجل البحث عن الحلول والتغيير ممكن قادم من المدرب رامون تريبوليكس سيقدم على أول تبديل في هذه اللحظات لكن بعد هذه الهجمة ممكن على الكروشي للجهة الأخرى الرجاء وتعقب الأجيال مع الجيل الذهبي في الألفين جوية خطأ وإنذار خطأ الحكم يعطي الامتياز تنفذ بسرعة 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 تغير كرة لكروشي الرجاء في المونديالينتو الرجاء في ربع النهائي يعلن عن نهاية المباراة بانتصار الرجاء شكرا يا الأخضر اليوم كنتم في الموعد واليوم دونتم أول انتصار في تاريخ الرجاء في المونديالينتو في هذا العرس الكبير نعم تنتهي مهمة أوكلاند وتتواصل مهمة الرجاء في لقاء أمام مونتيري المكسيكي يوم السبت المقبل مدينة أكادير تاريخ الرجاء عنده من الامكانيات البشريه باش يمكن له يقدم لنا مباراه كبيره ومباراه جميله وفريق الرجاء كيكبر في هذه المناسبات وبشكل اللي غيلعب فيه متحرر فتنظم فريق الرجاء يمكننا نشوفوه يمكننا نعقدوا امل عليه باش كنا نشوفوه في المربع الذهبي
Massa, el mediocampista central. Cuco, el euforio, el euforio. نشكر الفريق الرجاء البيضاوي واللاعبين ديالو والجمهور المغربي والجمهور الرجاوي ومكونات الرجاء كامله على هذا الفرح اللي فرحنا، واللاعبين كانوا حاضرين، كانوا رجاله في رقعه الملعب، ما هبطوش يديهم في المباراه. تنشكر المدرب وستاف تكنيك وستاف طبي اللي وقفوا معنا وجاهدوا معنا في هذا الانتصار. الحمد لله. كنقول هذا الانتصار هذا كان ديال الجمهور المغربي. في ليلة خضراء المستحيل، المستحيل، لا مجال للمستحيل مع الرجاء. المستحيل يتحول لممكن، لا شيء مستحيل مع الأخضر في مباراة البطولية. في ليلة العمر، في مباراة العمر، فعلتم يا رجال، أكدتم بأنكم الكبار، أكدتم بأنكم على اليوم أمام جمهور على الرجال. طلبوا كما تحيا يا جمهور، يا جمهور الجول ذو اختصاص خاصة هدف التعادل. يخرج يا جمهور وليسدد الكورة الرجاء في النهائي.